وصدقنا كلام طنط حشرية عن شخصية العريس التاني. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ شايفة يا لولا؟ آدي العرسان ولا بلاش؟ أظن المرة دي ما عندكيش حق تعترضي أبداً. أدب إيه؟ أخلاق إيه؟ شخصية إيه؟ واضح واضح، شخصية فعلاً، وما شكناش في كلامها عن دماغ العريس التالت. إيه يا طنط حشرة؟ إيه يا طنط شكرية؟ العريس على الباب وماما وبابا لسه ما جهزوش، اعمل ايه؟ افتح له عادي؟ جاي لوحده؟ ايه ايه؟ تصدق كده انه راجل كويس؟ طيب دماغ؟ يا رب يا رب، يلا هفتح. دماغ. ووثقنا في كلامها عن عقلية العريس الرابع. علا! علا حبيبتي، ايه ده، انا مستنياكي من الصبح. ازيك يا طنط شكرية، عاملة ايه؟ طب ما كنت استنيتيني جوه على فكرة. جوه ده ايه؟ انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ انا جايبالك معايا هدية. فعلا فعلا. طب انت جبتيه هنا ليه؟ مش قلت لك الحاجات دي بتتنظر؟ اصله مسافر النهارده، قلت اجيبه معايا هنا يمكن يحوز القبول. اقدمكم لبعض بقى، دكتوره علا، استاذ مراد. صباح الخير يا استاذ مراد. ايه هو بيعمل كده ليه؟ لا بس اصله لسه هياخد على المكان، يعني هياخد على المكان. حصان وهينزلوه سبق، قال مش واخد على المكان ده، عايز يعني حضرتك داخل مستشفى. عايز ايه؟ مستشفى؟ ايه بس مستشفى؟ إيه؟ انت قلت ان احنا مش هنروح المستشفى. بس لا بس لا خلاص. إيه لا ايه ده يا مراد؟ مستشفى؟ لا ما تقلقش ما تقلقش، هو عيان ولا حاجه؟ لا عيان ده ايه، ما هو قدامك زي الحصان اهو. بقول لك ايه، اهدى يا مراد كده. وبعدين وبعدين انت قلت ان احنا هنروح نجيب عروسة مش هنروح مستشفى. عروسة قدامك اهي. دي عروسة؟ ايوه. يا لا مش دي، مش دي، ماليش دعوة. طيب خلاص خلاص خلاص، خد ادي العروسة النانوسة اهي. يلا اهدى بقى عروسة. كده 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 يا علا تنرفزيه. انرفزوا. أما بقى كلامها عن العريس الخامس فده شفته بعيني، محدش قال. روشتة بتاعتك اهي. السلام عليكم. علا لولا حبيبتي، مفاجأة عريس. اتفضل يا أستاذ منير. خضتيني يا طنط شكرية، مش كده؟ مش حبيبتي، معلش أنا آسفة. مساء الخير يا فندم. دكتورة علا. أوف. أيوه دي حلوة قوي. صاروخ. كلمنا انا؟ طبعا. امال ايه؟ قشطة. بقول لك ايه يا مدام؟ انا اشتريت. اشتريت ايه؟ اشتريت. يلا هاتي الشنط نطلع من هنا على راس البر، نأجر شقة اسبوع ندخل فيها وتنينا راجعين. لا معلش، الجملة دي فيها عبارات مختلفة كده. نأجر شقة اسبوع في راس البر. ايوه. وبيكلم مين؟ كلمنا انا؟ والله يوه، هنقاوح بقى ولا ايه؟ كل اللي قبلك عملوا كده على فكره، وفي الاخر برضو اهاليهم هم اللي بيوقفوا المراكب السايره. بقول لك ايه، هو انتوا لزامكم ايه في الاخر؟ مش انكم تتستروا؟ انا هسطرك صدقيني يا حلوه، ما عادش في وقت. احنا نعيش اللحظه وبعدين يحلها الحلال، واهلك مش هيردوا لك البهدله. يلا تعالي معايا نحطهم قدام الامر الواقع، وغصب عنهم هيلمونا جنبهم وهيدفعوا عشاننا دم قلبهم. هي دي الطرق اللي بتنفع في الزمان ده، الطريق القديم خلاص ما عادش بيجيب نتيجة. وأنا وعدك أنت هتتبسط على الآخر ومش هتندمي خالص. سيبي يا عم، سيبي يا عم، تعالي يا عم، سيبي يا عم، أسيبي يا عم، أنا ما صدقتش خلاص. تعالي تعالي يا عم، تعالي أسيب إيه؟ تعالي ثانية واحدة بقى. الله، امشي يا ولية، يلا يا ولية، ما تهبوش من هنا وما تجيش هنا تاني.